متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بوسليمة. أتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فتحية طيبة لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تي في. أتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. شوفوا معنا أجواء مدينة بوسليمان. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، فأنتم معنا في بث مباشر من مدينة بوسليمان. فكنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمتابعينا الكرام، تحية طيبة عطرة لكل متابعينا الكرام، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بوسليمان، بالضبط من شوارع المدينة الخضراء. فتحية طيبة عطرة لكل متابعينا الأوفياء، متابعي قناة شوف تي في. فأنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة، مدينة بوسليمان. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بوسليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فكما كتشاهدوا معنا شوارع مدينة بوسليمان ليلا، بعد قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر من شوارع المدينة، المدينة الخضراء، مدينة بوسليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمتابعينا الكرام، فأنتم معنا في بث مباشر من المدينة الخضراء، مدينة بوسليمان. كيف ما كتشاهدوا معنا شوارع المدينة متابعينا الكرام. تحية لك اختي ملك المداني، وتحية لكل متابعينا الكرام، تحية لكل متابعي قناة شوف تي في. فمتابعينا الكرام، فأنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة، مدينة بوسليمان. تحية لكل متابعين الأوفياء، لكل متابعي قناة شوف تي في. فشوفوا معنا شوارع مدينة بوسليمان ليلا، فصراحة أكثرية الناس فهم خارجين ليلا متابعينا الكرام. كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فبعد قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي،
ابتداء من الساعة 8 مساء المتابعين الكرام. متابعينا الكرام، نذكركم فأنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا شوارع المدينة ليلا بعد قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي. متابعينا الكرام، إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.